يا الجزائري ارواح ارواحي، قال لك تخلطت في النيجر، قال لك خلاص، قال لك طايح اكثر من نايض، قال لك دخلوا كامل الدول الافريقيه على النيجر، فرنسا دخلت، امريكا دخلت، روسيا دخلت، المهم قال لك تدخل اجنبي، يعني وش نقول لكم داير حاله في النيجر. بصحيح هنا مازال ما سقسيتونيش يا الجزائريين منين جبت الخبر، ما هو المصدر تاع الخبر تاعي؟ المصدر تاع الخبر تاعي هو ورقه محاولات تاع ناشط مغربي منتن. والله انا مازلت الى يومنا هذا ما فهمتش المراركه وين راهم عايشين، هل عايشين معانا ولا ما همش عايشين معانا؟ انا تبان لي عايشين في عالم موازي. خلاص ما تنساوش كامل يا الجزائريين تهبطوا لتحت وتخليوا لايك للفيديو، خلي لايك خويا الجزائري للفيديو ونضحكوا على العياشه كيف كيف، وما تنساوش ايضا في التعليقات افتخروا بالجزائريه تاعكم. صدقوني راح تسمعوا هذا البنادم واش راهو يتكلم، قال لك باللي كل الدول تاع العالم راهي في النيجر، قال لك صارت الحرب والاكواس راهم يستعدوا، والمصدر تاعو دوك تسمعوا منين جاب المصدر تاعو، ما عليناش راكم تعرفوا المغربي المصدر تاعو منين. قوات الاكواس تبدا التدخل العسكري في النيجر ورعب الكبرانات وتونس تراسل المغرب وتنقلب على تبون. الله يبارك الله يبارك، كمل. الاخوان السلام عليكم، نهار مبروك، يحييكم اخوكم طارق حجاب من قناتكم شوف الخبر. مواضيع مفاجئة، مواضيع ثقيلة، خليكم معنا لنهاية الحلقة، نبدأ على بركة الله. يبدو أن الملف ديال النيجر دخل واحد المرحلة أكثر تعقيدا، مرحلة اللي غيكون الطرف أو الحلقة الأضعف هنا هم الكبرانات. لا نبالغ لا, لا نبالغ لا نبالغ. الله يبارك، هو دار الفيديو هذا وبكذبة باينة باينة ما كانش منها. سبحان الله، البارح درت لكم وش قالوا النيجر، مش النيجر، نيجيريا عفوا، قلت لكم وش قالوا، باللي ما راحش ندخلوا عسكريا في الـ في الـ في النيجر، ونيجيريا هي اللي حاكمة الاكواس. درك وش من دوله اللي راح تتدخل؟ هيا فهمنا، كمل. نطبل، بل هذه هي الحقيقه، النظام ديال الكبرانات الان دخل منعطفا خطيرا. علاش؟ لانه تدخل فيما لا يعنيه، ودخل بطريقه غير عقلانيه، بطريقه متسرعه، بطريقه اندفاعيه، وهو الان من سيؤدي الثمن. لا نبالغ هنا، تقارير استخباراتية تؤكد بشكل رسمي أنه قد تم بالفعل اعتماد خطة التدخل العسكري في النيجر رغم انقضاء الأجل يوم أمس الأحد. أنا ما فهمتش أنا كيفاش الناس راهي تتبع في واحد مهبول كيما هذا. والله يا الجزائريين تشوفوا المشاهدات اللي يجيبها راسكم يحبس. هنا تفهموا المراركة كيفاش مخدومين. السيد عنده ورقة محاولات قدامه، قال لهم تقارير إخبارية وصلتني، معلومات وصلتني، قال لك رغم انقضاء المهلة بالأمس، يعني فضت المهلة اللي مدوها للنيجر واللي مدتها يماهم خيرانسة على كل حال وزيرة الخارجية الخيرانسية، وجاي يصحح في وجهه ويكذب عليهم نورمال عادي. تسمى فيديو جديد، ما هوش فيديو يعني نقوله قبل هذيك المهلة، قبل انتهاء المهلة هذيك، لا لا، فيديو بعد انتهاء المهلة وجاي يكذب عادي، ويلقى واحد الدعم اسطوري من قبل المراركة. مش تعرفوا يعني المستوى تاعهم. الاجل انتهى مع 12 ليلا بالتوقيت ديال النيجر ساعة، يعني انه قوة ديال الاكواس في اي لحظة في اي ثانية، ربما الان في الوقت اللي كنقولوا هذه الكلمات يقدروا يبداو يتدخلوا. تم اعتماد هذه الخطة، طبعا كنعرفوا انه خطة بهذا الشكل هذا وتدخل بهذا الحجم خص دائما تكون وراءه واحد الضوء اخضر من عند احدى القوى العظمى. القوى العظمى هنا نتحدث عن من؟ نتحدث عن الولايات المتحدة الامريكية ووراء الغرب اللي هو الاتحاد الاوروبي، ونخص بالذكر فرنسا او روسيا. روسيا نعرف موقفها اصلا، انه لما جات تما القوات ديال فاغنر يعني ان هناك ضوء اخضر، رغم اننا ما نساوش وقلناها ومازال تنقولها بتحفظ. وليكن في علمكم باللي فاغنر، وفي فيديوهات خرجت يا الجزائريين، هذه الفيديوهات مقاتلو فاغنر يحتفلون مع الجيش النيجيري، مع الجيش تاع النيجر عفوا، درك تسمى المقاتلو تاع فاغنر راهم في النيجر لحماية النيجر وليس العكس يا الفايح يلي ما قريتش مليح. عاود راجع مليح الورقة المحاولة تاعك الجزائرية، والله يقريك ويعلمك ويبهدلك ويمزقلك في وجهك. على ذلك الشنآن الذي وقع بين القوات ديال فاغنر وروسيا، لان هناك من سيقول لا ولكن عرفنا ان هناك انقسام انقلبوا على بوتين. اقول لك خلي هذا الموضوع جانبا لانه ما يحدث تحت الطاوله
لا أحد يعلمه، يعني جميع الخيارات مطروحة باش ما نرقوش هاد النقطة بزاف. أو قالها بفمه لا أحد يعلمه إلا هو اللي يعلمه، وجاب لهم هذه المعلومات الاستخباراتية. والله المراركة وصلوا لواحد الدرجة كبيرة تاع الوهم. الآن ينتظرون فقط الموافقة حسب التقارير الاستخباراتية، الموافقة ديال الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه الولايات المتحدة الآن تنسق مع فرنسا، ما يعني أنه سيتم تكرار السيناريو ديال ليبيا. لا نتمنى ذلك، لكن جميع المؤشرات تشير لذلك. كيقول كاسيدي الهدف هو إرجاع الشرعية، الهدف هو إطاحة بالمجلس العسكري الانقلابي. لكن خصك تكمل الجملة هذه. نقول لك حاجة يا الفايح، الجزائر لو كان كانت يعني قوتها الخارجية كيما هكذا في الوقت هذاك تاع ليبيا، وين دخلوا عسكريين في ليبيا وكذا، صدقني ليبيا ما يقيسها والو والو. الله غالب برك، الله غالب. ليبيا ما كانش عندها الزهر. الجزائر في هذاك الوقت كانوا حاكمينها ناس يخموا غير في كروشهم، يخموا كيفاش يسرقوا. السلام عليكم. تلموا طمعوا بزاف، هم جابوها في ريصانهم، راهم كامل في الحباس. إما للنيجر والجزائر الآن في قوتها، انسى كش ما يصرى لها، ولا كش ما كاش دولة تدخل. وراك شفت الجزائر قلت لهم ما كانش ولا دولة تدخل عسكريا، ولا دولة قدرت تدخل عسكريا. الإطاحة بالمجلس العسكري الانقلابي، علاش ما تدخلوش في السودان؟ هذا سؤال يطرح نفسه. علاش ما تدخلوش في السودان؟ السودان لأنها كتربط علاقات بإسرائيل وحليف الإسرائيل وتعترف بإسرائيل. فهمتك. تسمى درت الفيديو هذا كامل باش توصل للمراركة باللي أنه تطبيعكم مع بنو صهيون راهو يرجع لكم بالفايدة، راهو يحميكم. الله يبارك على بالكم. وصل الواحد الدرجة أنه تطبيع قلبوه كشغل حاجة نورمال، وزدوا يفتخروا من فوق هذا الشيء كامل ببنو صهيون، يفتخروا بيهم أكثر من إنجازات المراركة. ولأن ليست هناك هيمنة فرنسية هناك بالشكل الذي هي به بالنيجر. النيجر ملي كنهضروا على النيجر، السلطات ديالها كتبيع الثروات أو كتبيع لصالحها، ماشي لصالح الدولة، كتبيع أو يعني كتبتز المواطن وكتسرق الثروات وكتنهبها وكترسلها لفرنسا. وهذا ما تريده فرنسا، تريد استمرار الحكومة اللي كتقول عليها هي شرعية، باش يبقاو يستنزفوا الخيرات والثروات ديال النيجر. انتوما ما عندكم شخصية، يرحم بابك. انت ما عندك شخصية، فهمني. انت منا كونتر خيرانصا، منا راك ضد الجزائر رغم انه الجزائر هي ضد خيرانصا، منا راهو مع خيرانصا. اكم تشوفوا يعني قالها بفمه. نعودوها. شوف، وكتنهبها وكترسلها لفرنسا. وهذا ما تريده فرنسا، تريد استمرار الحكومة اللي كتقول عليها هي شرعية، باش يبقاو يستنزفوا الخيرات والثروات ديال النيجر. الان كنهضروا على الاكواس، الاكواس رانا تحدثوا على 15 دولة كلها مستعدة وتنتظر الضوء الاخضر من فرنسا ومن الولايات المتحدة باش يبدا القصف ديالها بالطائرات. الخطة وضعت اللي غيكون فيها قصف مكثف الطائرات كيف قلت لكم في الايام المقبلة او ربما في الساعات المقبلة. او جاب حتى الخطة العسكرية اللي راح يطبقوها ان شاء الله بربي، راح يطبقوها. ان شاء الله. والله يا غير وحدهم يا جدك. شعب تونس به، التونسي الجزائري، واستغل هذه المدة اللي كاين فيها المراركة، لانه منه الجاي مشكيتش، منه الجاي يعني العوام اللي راهم جايين راهم مهددين بالانقراض. والله هم بداو يخلطوا بزاف، كابابل نتقلقوا منا. صاروخ سلام عليكم، باي باي. ما كانش دولة اكزيستي اسمها المغرب. هاي تصرى يا جزائريين، يعني نقول لكم ونعاود لكم، كون يكملوا كيما هكذا راح يجيبوها في ريصانهم. فتونسوا يا الجزائريين. طبعا حنا ملي غنهضروا على المصالح، هناك اولا الهيمنه الاقتصاديه الفرنسيه. اوكي، غيطرح عندك سؤال اخر، غتقول لي انت واخا والولايات المتحده الامريكيه ما دخلوها، او تخلى يخرط على المتابعين تاوعو اللي جايين من المغرب وبعض الحشرات اعداء الوطن اللي تبعوه ويشجعوه. هذا الانسان اللي راكم تشوفوا فيه عنده يعني صفحه في الفيسبوك وصفحه في اليوتيوب ويخدم فيديوهات كيما هكذا، يعني عناوين كاذبه 100%، عناوين ما كانش ما تكزيستيش هذيك العناوين. ورغم هذا الشيء
تهبط لتحت تلقى تفاعل كبير من قبل المراركة. مش تشوفوا يعني المستوى تحهم برك، مش تشوفوا المستوى تحهم يا الجزائريين. وللأسف وللأسف أنا ساعات مش ساعات يعني دايما في عديد الفيديوهات نتلقى دايما الكريتيك من عند الجزائريين بعد، يقول لك كيفاش وعلاش تهدر كيما هكذا وكذا، رغم أن نواجههم بالحقائق وبالأدلة. ما نتكلمش كيما هذا حبيبنا السيد مدير استوديو جايب ورقة ويهدر، ورقة يكتبها هو يعني خربش فيها هو، وراه يهدر لهم في الخربشة تاعو ولا في التخيل تاعو، ونورمال متقبلينها وزيد راهم فرحانين بيه خلاص، لأنه علاش معيشهم في الوهم. أنا نجيب لكم الحقائق فيجيوني بعض الناس، أنا نقول لكم بعض الناس اللي ما يسواوش يبدأ يعلق لك وكذا، وعلاش تكتب العنوان كيما هذا كذا، وعلاش راك تدير كيما هكذا ومنا. يا واسمع اسمع اسمع، راني ندافع عن هذا الوطن، وكون جيت ندافع بالأكاذيب معليش عندك الحق تهدر، أنا ندافع بالدليل وندافع بالحجة ونقابل هذو المراركة بالحجة، مانيش نخرط عليهم. أنا كي نقولهم انتوما تكذبوا ونقول الفايح هذا باللي تكذب معناته يكذب، لأنه في الأمس درت لكم فيديو ونبينت لكم باللي أنه رئيس مجموعة الإيكواس اللي قال باللي راح تتدخل عسكريا وراح يتستنى في الأوامر من أمريكا وخيرانصة باش تتدخل، قالت ما راحش نتدخل لأنه نيجيريا عرفت باللي الجزائر ما تتمسخرش، باللي الجزائر راهي تحكي في الصح. قالت لهم تتدخلوا أكم على بالكم مش راح يصير، راح تنوض حرب، حرب كي نقول لكم حرب تاع الحرب تاع الحرب تاع الصح. سيد داخلها يخرط مصادر إخبارية استخباراتية وما على باليش وجبتها منا وكذا، هو وش عنده؟ عنده ورقة، ورقة وستيلو، ورقة وستيلو، هذا هو راس ماله، هذا هو منين يجيب الأخبار تاعو. يا أخي حالة بعد يا ولدي، روح 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 يرحم باباك. شوفوا منا والجاي منا والجاي، كل ما يزيد يكذب نزيد نبهدله، كل ما يزيد يكذب نزيد نبهدله نبهدله، نعتله شكون هو الجزائري. يا أخي فايح. المهم يا الجزائريين نتلاقاو في فيديوهات قادمة، ما تنساوش كامل تهبطوا تخليوا اللايك تاعكم، راكم على بالكم الفيديو راهو يتسنيال، راهو يتسنيال ويديروا لنا مشاكل في القناة، فما ماكم خاسرين والو، رانا ندافعوا عن هذا الوطن، تما اللي يلزم كامل نديروا اليد في اليد، وهذه هي، والسلام عليكم.